I know I could treat you better. Wasted time on all your wasted. اليوم على اختلاف باقي الأيام موضوعنا عن ثقافة جديدة تدخل للجزائر، بدايتها حديثة والنشاط فيها ماشي بزاف. موضوع اليوم عن الفلوغ والفلوغرز، وكي نقولوا الفلوغرز هنا في الجزائر ما نقدروش ما نهدروش على أميرة اللي قدرت تدخل عالم اليوتيوب وتنجح فيه من خلال نشر فيديوهات متنوعة وهي تقوم بنشاطاتها اليومية. من بعد انتقلت إلى عالم الفاشينيستا وين ولات نزل فيديوهات تحاول من خلالها تعليم بعض الفتيات طريقة اللبس وتناسق الألوان. أميرة توجهت إلى عالم الجمال وفي كل مرة تنزل فيديو على قناتها على اليوتيوب تعطي فيه نصائح عن الجمال وكيفية استخدام بعض المستحضرات التجميلية. هذا الشيء اللي مازال ما شفناهش بزاف هنا في الجزائر. بعدها فاجأت متابعينها بخبر إعلانها عن فتح محل باسمها في الجزائر العاصمة، واللي لقى إقبال كبير من طرف الشابات اللي حبوا الموضة واللي حبوا يلبسوا على طريقة أميرة. على الإنستغرام عندها 158 ألف متابع وهي تنزل صورها المتنوعة وبعض الصور لمستحضرات التجميل، وآخر صورة لها كانت قبل يومين وكتبت فيها فقط ابتسم. على اليوتيوب عدد متابعيها أكثر من 72 ألف متابع وفيديوهاتها تخطات 100 ألف مشاهدة. ضيفتنا اليوم أميرة ريا راح تحكي أكثر عن موضوع الفلوغ والفلوغرز في صباح الشروق.